مشاهدينا ومتابعينا، يسعد مساكم وين ما كنتوا عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد. مشاهدينا ومتابعينا، سنكون وإياكم في برنامج خاص مع عيون ولست الحبايب مع فواز مول. كونوا معنا في هذا البرنامج الخاص والمتميز في عالم فواز مول. سيكون برفقتي في هذا البرنامج من وراء الكاميرا براء عمر، ومني أنا منتصر عنا في الإعداد والتقديم، دائما مع فواز مول وست الحبايب ومئات الهدايا بانتظاركم مع فواز مول. فواز مول عالم متميز، عالم كبير، دائما في عالم كل شيء الشامل، دائما مع فواز مول، فواز الأول في محافظة طول كرم. واليوم هداياكم لعيون ست الحبايب، نتواصل معكم في هذه الأمسية وست الحبايب معكم دائما من فواز مول. ابقوا معنا في هذا البرنامج الخاص بصحبة فواز مول. مشاهدينا متابعينا، مع فواز مول مع ست الحبايب، وكمان يأتي بمناسبة الافتتاح الكبير. فواز مول هو الشامل لكل شيء. أول شيء يسعد مساكي، كل عام وانت بخير مناسبة يوم الأم. انت بخير، الله يرضى عليكم. شو رأيك فواز مول؟ والله ما شاء الله عنه، كل شيء موجود عنده ما شاء الله، معاملته حسنة مع الناس وبيراعي ظروف الناس وما شاء الله عنه. من وين حجي؟ أنا من طول كرم، من هون مخيم طول كرم. انت اول مره بتتجول عنده ولا كيف؟ لا عم نيجي انا اولادي، يعني كل اسبوع اسبوعين بنيجي بنشتري من عنده. طيب احنا بنسالك سؤال بسيط مش صعب يا حجي بهاي المناسبه، لانك ست وعلى عيننا وراسنا مع فواز مول. اسالك سؤال، فواز مول وين، اي شارع، شو بسموا الشارع الموجود فيه؟ شارع يا بي ما صعب السؤال. انا سهلته مخصوص والله. دوار السلام، قولي دوار السلام. كيف انا معك؟ محترم ما شاء الله عنك، ما شاء الله. اعطونا هديتها من فواز مول بمناسبه يوم الام، شو بتحكي له؟ الله يخلي بياتكم ويخلي لنا اياهن ويطول بعمارنا ويخلي لنا اياكم انت اخرى. بدي منك شغلي. نعم تفضل. بعرفك انك شاطره، كل ابنك انك شاطره. ابني انا بدي زغروطه. بطلت زغرتيه؟ بقدرش. طيب كل عام وانت بخير. انت بخير الله يرضى. طيب تعالوا معنا، تعالوا معنا مع فواز مول، بنتواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا. مرحبا، كيفك؟ ازيك؟ كيفك؟ خير الحمد لله. عاملة ايه؟ خير الحمد لله. دي احلى مصرية عندنا في فلسطين. زيك وزي العيال كلهم بخير الحمد لله. شايفين انا احكي اللهجة المصرية. اخبارك ايه؟ اخبار فواز مول ايه اليوم؟ انا زبنت على طول. زبنت على طول؟ اكيد زبنت على طول. احنا اليوم ست الحبايب مع فواز مول. عشان ست الحبايب نسأل سؤال بسيط جدا وبيأخذ جائزة بالمصري. طيب أعطيك الجائزة قبل ما أسألك السؤال عشان تتحمسي. لا اديني السؤال بعدين اديني السؤال. طيب لو سألتك في إشي فوق البحر تحت البحر وفي إشي فوق النهر، شو النقطة؟ يا عين عليك، يا عين الذكاء وين موجود. دي جايزة بمناسبة يوم الأم من فواز مول. ايه تقولي له؟ مرات بخربط في الكلام. انا باجي فواز عشان بلاقي كل الحاجات اللي انا بدور عليها في مكان واحد. طب ولا ست الحبايب شو تقولي؟ كل سنة هم طيبين. فواز مول، عروض لا تنتهي. مشاهدينا متابعينا، مع فواز مول بيوم ست الحبايب، العيون ست الحبايب دائما، ويترافق ويتزامن مع الافتتاح لفواز مول. أول شيء كل عام وانت بخير. وانت بخير، الصحة والسلام. شو تقول للأم الفلسطينية؟ كل عام والجميع الأمهات بألف خير. طيب وشو رأيك اليوم مع فواز مول مع ست الحبايب، يوم مفتوح لست الحبايب؟ إن شاء الله هنا جايين نتسوق. شو رأيك فواز مول؟ ممتاز. بدناش مجاملات، بنزوره دايماً. دايماً؟ طيب. دايماً. في عنا سؤال، إذا جاوبت بتاخذ جائزتك الحلوة اليوم من فواز مول لعيون ست الحبايب. سؤال سهل. لا 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 سهل، مش لعمار، عمار بعرف شي جاوب، أنت اللي راح تجاوبيه. طيب أسأل سؤال تجاوبين عليه، شو أكثر شيء بتاخذيه من عند فواز مول؟ أشياء بتخص الدار، كل شيء تقريباً. سريع، أفضل شيء بتحبيه. بسرعة، 1 2 3. يلا 1 2 3. طيب أسألك سؤال، طيب سؤال تاني أسألك إياه. طيب شو الإشي اللي بطلع بالليل وفي إشي بطلع بالنهار مقابله؟ القمر بالليل والشمس بالنهار. يعني عليك، ما أصعب هالسؤال، صعب والله. أعطيني هاي الهدية اللي تخيلها، جايزتك من فواز مول، شو بتحكي له؟ كل سنة هو سالم إن شاء الله بتقدم. طب شو جبت لها في اليوم الأول؟ هاي اللي جاية أجيب لها. جاي أجيب لها؟ حبيبي وانت سالم، كل الاحترام. فواز مول، عروض لا تنتهي. نتواصل معكم مشاهدينا، يسعد مساكي.
الله يسعد مساك. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. انت شو بتعمل هون؟ وين انت موجوده هلا؟ انا هون في فواز مول. شو رايك في فواز مول؟ بجنن ما شاء الله عليه. اليوم افتتاح، بتناسب افتتاح، وكمان اليوم ست الحبايب. من وين حضرتك؟ من طول كرم. من طول كرم. شو رايك في فواز مول بشكل عام؟ بجنن، واسعاره منيحه ومتعودين عليه وقريب علينا. اسعاره منيحه وبجنن، وتعالوا على فواز مول. طيب نسألك سؤال بتجاوب عليه بنعطيك جائزه هديه. وين رايحه؟ نعطيك هديه. سؤال سهل مش صعب، ماشي؟ تفضل. طيب السؤال بيقول كالتالي: شو الاصبع الذي يلي الخنصر او السبابه؟ الابهام. الابهام. ايوه هي الف اجابتك صح. الف. اعطيني هي جائزتك من فواز مول مناسبة ست الحبايب. شو تقولي له؟ يسلموا ايديكم ويعطيكم العافيه. كل عام وانتم بخير. اذا انا لعيون ست الحبايب نتواصل معكم مع فواز مول في هذه الامسيه وهذه الاجواء الرائعه جدا. نشوف فواز مول صوره مشرقه في عالم التميز والابداع. في يعني فواز مول هو الشامل دائما في بكل شيء، يعني مواد غذائيه، كهربائيه، كل ما يلزم البيت، ادوات منزليه وهدايا والعاب، كله من فواز مول. اسعار خاصه ومناسبه ومنافسة. ابقوا معنا في برنامج مع ست الحبايب بيوم الافتتاح كمان مع فواز مول. مشاهدينا ومتابعينا بنكمل معاكم مع فواز مول في امسيه خاصه بيوم الام تتزامن مع الافتتاح لفواز مول. اول شيء يسعد مساك، كل عام وانت بخير. انت بألف خير. شو بتقولي للام اليوم؟ كل عام وانت بخير. طيب وشو رايك بفواز مول؟ ما شاء الله عليه. كل شيء موجود. كل شيء موجود، يعني الواحد بيجي باخذ كل شيء من هنا بدل ما يتغلب. اه والله. واسعاره؟ اسعاره هيك وهيك، يعني في مناسب وفي لا، حسب مو حسب نوع البضاعه. مظبوط. من وين حضرتك؟ بشويكي. اهلا وسهلا فيك. طيب احنا بنسالك سؤال مع فواز مول اليوم لعيون ست الحبايب. وردتنا ست الحبايب اليوم في سؤال. طيب لو اجينا سالنا، بتعرف انت من شويكي صح؟ طب شو معنى اسم شويكي؟ بتعرفي؟ والله انا بعرف انهم بيقولوا كان فيها كثره الشوك. هيك بعرف، غير هيك بعرف. كثره الشوك. موجود كان لحد الان في شوك؟ لا حلس راحت. انتم كمتون شوك؟ والله كثره البنا البنا راح الشوك. طيب اعطينا هديتك من فواز مول، شو بتحكي لهم؟ كل عام وانتم بخير وليتهم سالمين. كل عام وانتم بخير. اذا مع فواز مول بنتواصل معكم مشاهدينا، ابقوا معنا في هذه الامسيه الخاصه. فواز مول الاول والشامل في كل شيء لعيون ست الحبايب. نتواصل في امسيه خاصه برفقه فواز مول. فواز مول العنوان الاكبر والشامل لكل شيء، ولا تنسوا لست الحبايب. اول شيء يسعد مساكي وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. الله يسعد. شو بتقولي كلمه ليوم الام؟ بحكي الله يخلي كل الاميات يا رب لاولادهن ويحفظهن ويخلينا اياهن يا رب على روسنا يا الله. ان شاء الله كل عام والام الفلسطينيه بخير. لكن السؤال، شو رايك في فواز مول؟ رائع، كل شيء فيه بجنن. كل شيء شامل. شامل كل شيء فيه. هاي هديتك من فواز مول، شو بتحكي له؟ شكرا كثير، وان شاء الله يا رب كل سنه بتحتفل في عيد الام لامهات الفلسطينيات، والى الامام ان شاء الله، والله يرزق كل خير. وكل عام وانت بخير والام الفلسطينيه. وكل عام بخير وكل الامهات الفلسطينيه بخير. شو رايك جاي هون على فواز مول؟ شو تعملي؟ جايين نتسوق احنا هون، وسمعنا في مهرجان وعرض، جايين نتفرج. طب شو رايك في اسعار فواز مول؟ لا ما شاء الله متناول الجميع يعني. من وين حضرتكم؟ من طول كرم. من طول كرم. طيب احنا مع فواز مول اليوم عشان مناسبه يوم الام وست الحبايب، بنقول لك كل عام وانت بخير. بألف خير يا رب ينعاد. وجه كلمه لامي كمان. وجه كلمه لامي كل عام وهي بخير، لكل الامهات وكل امهات الاسرى والشهداء، وان شاء الله الله يفرحهم باولادهم يطلعوا بالسلامه يا رب ان شاء الله. احنا سؤال سهل مش صعب، تخافيش احنا مش يعني حزير. طيب لو جينا قلنا طب شو اصل طول كرم؟ ليش سموها طول كرم؟ طول كرم من كرم العنب، من طول كرم العنب تبعها. من الكرميات صح؟ طبعا من الكرميات. شايف السؤال؟ اعطيني طلع سؤال صعب. لا سهل. كيف انا وعدتك هاي جائزتك او اسمع لا انت اعطيها هي بمناسبه يوم الام.
كلها كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف خير. تسلم يا رب. وانت بخير. فواز مول، عروض لا تنتهي. فواز مول لعيون ست الحبايب بيوم الافتتاح كمان. كل عام وانتم بخير والام الفلسطينيه بألف خير. اول شيء يسعد مساكي. اهلا وسهلا. كل عام وانت بألف خير. وانتم بألف خير وصحه وسلامه يا رب. طيب. وكل امهات فلسطين بخير وسلامه. يعني اوجزت لحالها على السريع. طيب شو رايك فواز مول؟ انا يعني بعتبره انه الافضل موجود في منطقه طول كرم. طب شو رايك باسعاره؟ برضو عنده عروض بتجنن. بتجنن؟ لا بدناش حدا يجنن. لا عن جد عروضه ممتازة. نعم عروضه ممتازة. فواز مول كمان شغلة واحدة تاني نسيتيها انت، انه شامل لكل شيء. انا حكيت انه هم يعني انا بعتبره الافضل في طول كرم. طول كرم. طيب احنا في عنا سؤال بتجاوب عليه، بدنا نعطيك هديتك بمناسبة يوم الام. وسؤال سهل مش صعب يعني. مش مشكلة. طيب هسا لو قلنا اطول كلمة بالانجليزي شيء. انا بعرفك ذكية. يا حدا بعرفها؟ هي هذه راح تكون لعبة في اللغز. لغز اللي هي لغز في أطول كلمة في الإنجليزي. شيء يلا. في الإنجليزي. أطول كلمة بالإنجليزي. بالإنجليزي. شيء. بالإنجليزي. شيء. ما بقول لك بالإنجليزي. طب شيء أكيد. إنجليش. لا. أطول كلمة بالإنجليزي. شيء. أطول شيء بالإنجليزي. تول. تولست. تولست عفوا. خلص تولست. لا حتى لما بس نربحك. هاي من فواز مول شو بتحكي له؟ ان شاء الله يا رب يعني دوم التقدم والنجاح، وان شاء الله يعني يضلوا عندهم المنتجات الافضل. انا عن جد بعتبرهم الافضل دائما يعني، لانه عندهم دائما العروض الممتازه. فواز مول، عروض لا تنتهي. مع فواز مول بنتواصل معكم مشاهدي متابعين لعيون ست الحبايب في هذا اليوم المميز والعروض الخاصة. أول شيء يسعد مساكي. أهلاً. أهلاً وسهلا. وانت أم صح؟ أهلاً. كل عام وانت بخير. أهلاً. شو رأيك فواز مول؟ بخير والله، ممتاز زي ما نشتري من عنده يعني كل شيء. أماني بدي أسألك سؤال جاوبين عليه بصراحة. وإذا جاوبتيني بصراحة أعطيك الهدية بدون سؤال. ماشي. جوزك جاب لك هدية اليوم؟ اليوم أجاب لي وردة. أجاب لي وردة. وردة في البيت. تسوى الدنيا كلها مشيها. طيب هات. لا اعطيني ثقيلي، اعطيني شيء من اللي هذول. ايوه 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 هيك. هاي جائزتك من فواز مول مناسبه ست الحبايب. شو بتحكي له اليوم؟ والله بتمنى له التقدم ان شاء الله على يعني لقدام، ان شاء الله بصير كل شيء منيح. واسعاره كيف؟ لا والله ممتاز يعني، دائما انه بنشتري من عنده كل شيء اسعاره، عنده عروض يعني ما في بالبلد كلياتها زيها بصراحه. ممكن تعطيني هديه؟ ممكن امسك الهدية. أيوه. اهديها اياها قدامي. أيوه. مشي حالك معها. أيوه. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. فواز مول، عروض لا تنتهي. يسعد مساكم دائما مع فواز مول. يسعد مساك. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير بمناسبة يوم الأم طبعا. اهلا وسهلا. اهلا. مرحبا عمو. تحكيش بعدها صغيرة. لا تحكيش. طيب شو اسمها؟ اسمها إيلين. إيلين عاشت الأسماء يا إيلين، إن شاء الله بتكبر وتصير أم يا رب. طيب السؤال، أنت شو رأيك فواز مول؟ كتير حلو. أسعاره؟ طول كرم. لا كتير ممتازة. شامل في كل شيء؟ طبعا. طيب احنا بنسألك سؤال بسيط، إذا جاوبت عليه بتاخد جائزة حلوة من عند فواز مول من هذه المناسبة. طيب شو الإشي اللي ريحته حلوة بس برضو بنفس الوقت مؤذي؟ ريحته حلوة بإمكانك كده تساعدي بشو اسمه، مساعدة من زوجي. إشي ريحته حلوة وشو اسمه بنفس الوقت مؤذي وحاملتي أنت بس مش موجود المؤذي فيه. عن الورد؟ الورد مؤذي؟ الوردة. بنقول لك حاملتيها بس إيش فيها المؤذي. طيب هاي جائزتك. استنى شوي، أماني عليك أعطاك جاب لك هدية اليوم. إيه بصراحة لسه بدي أجيبها بالليل، بعتني إياها. مشي حالك معها وأعطيها إياها. يلا وأنت سالم إن شاء الله. كل سنة وأنت سالم. شو بتقول لفواز مول؟ شكرا لهم لأنه دائما إحنا موجودين عندهم. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. فواز مول، عروض لا تنتهي. منكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج خاص لست الحبايب ولعيون ست الحبايب مع فواز مول. فواز مول شامل لكل شيء، ما في حاجة إن يعني أحكي كمان لأنه شامل لكل شيء. أول شيء في عنا أمامير حلوين اليوم جايين يتجولوا في مع فواز مول. شو اسمك؟ زيد وليد راشد دقة. زيد يا عاش الأسماء. وانت؟ عمر جميل طلال خالد. ما شاء الله. وانت شو اسمك؟ عبادة. عبادة ما شاء الله. طيب زيد انت شو جاي تعمل فواز مول؟ جاي مع صاحبي نتمشى ونشتري وتشوف اللي عنده الحلو. شو رايك في عنده هالبضاعه؟ منيحه واسعاره منيحه. واسعاره منيحه. والله ما شاء الله بعرف يسوق مزبوط شاطر. شو رايك تقدم محل البرنامج؟ تقدم محل البرنامج. طيب زيد
أنا بدي أسألك سؤال، بتعدي لي بسرعة بس أحكي لك طوال بتعدي لي، إذا طلع لي غلط فيش جائزة لك. ماشي؟ كديش عدد أفراد العائلة عندكم؟ ستة. ستة، عد ليهم بسرعة أسمائهم سريع. وليد، تهرير، زيد، راشد، أحمد، رمز. والله بتستاهل. هاي جائزتك من مين؟ من فواز مول. قبل ما تروح كل فواز مول بسرعة خمس مرات دون ما تغلط. فواز مول، فواز مول، فواز مول، فواز مول، فواز مول. يضايل وحدي. فواز مول. في كمان واحد ضايل. ليه؟ مالك ثلاثة صاروا لساتين. خمسة هكي. خمسة مزبوط. طيب تعال، شو اسمك أنت؟ عمر جميل طلال خالد. عمر، طيب طيب أنت اسمك عمر. تسمع، أنت سمعت في المدرسة عن عمر بن الخطاب؟ نعم. طب شو كان يلقب عمر بن الخطاب؟ الفاروق. يا علي، وما معنى كلمة الفاروق؟ تغششش. يلا، شو معنى الفاروق؟ تردش عليه، تردش عليه. شو؟ ما معنى الفاروق؟ الفاروق هو إيش؟ الرجل العادل. الرجل العادل. العجل الرجل بتقول. شو هو؟ الرجل العادل. الرجل العادل. الفاروق معناته الرجل العادل. هاي هاي جايسك من مين؟ من فواز مول. يلا عد لي فواز مول خمس مرات بسرعة. فواز مول، فواز مول، فواز مول، فواز مول، فواز مول، فواز مول. ضايل تنتين. فواز مول، فواز مول، فواز مول. ضايل وحدة. فواز مول. فواز مول. طيب شو كله في مناسبة يوم الأم؟ كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وشكرا لك. شكرا لك، وتقدم النجاح. تقدم للأمام. نعم. وانت ما شاء الله عليك يم مدرس تدريس. شو يحكي؟ تعال، شو اسمك انت؟ عبادة طلال خالد. عبادة طلال ايش؟ خالد جميل. خالد جميل. طلال خالد. عبادة جميل. شو عبادة خالد؟ لا، عبادة. علي صوتك بالسامع. عبادة طلال خالد جميل. عبادة طلال خالد جميل. يا الله ما أروعك. طيب انت شاطر؟ انت وين هلا؟ فواز مول. فواز مول ايش؟ فواز مول. فواز مول، فواز مول، فواز مول، فواز مول. كمان مرتين. فواز مول، فواز مول. طلع عليهم، بطلع عليك كلهم. فواز مول، فواز مول. طيب اعمل معي هيك، فواز مول هيك، اعمل هيك اشوف. فواز هيك هيك هيك. اصبعك، 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 اصبعك هيك. فواز مول. يلا شوف، اشوف هيك. ايوه هيك. فواز مول، فواز مول. يلا قول فواز مول. فواز مول، فواز مول. هات الهدية. خلاص، هاي هديتك من فواز مول. كله شكرا. شكرا. فواز مول، عروض لا تنتهي. مشاهدينا ومتابعينا، فواز مول عالم متميز شامل ومتكامل، ما إلكم إلا فواز مول. طول كرم مقابل مدرسة السلام. أول شيء يسعد مساكي، كل عام وانت بخير. أنت بألف خير. الله يرضى. مناسبة يوم الأم. الله يرضى عليك. شو تقول للأم؟ الله يعطيها العافية، إن شاء الله أنها تنتج جيل أفضل، يعني أقوى وعزم من الجيل القديم. طب أنا السؤال يعني تسأل، بما أنك أم، الصبر اللي تحملتيه والمعاناة اللي حملت الأم وتعبت وعلمت، شو بتقولي لها اليوم؟ يعني كيف بتوصي بنات اليوم؟ بوصين يكون زي أمي الزمان، إن كلهن تنجمل المحامل. نعم. يصبرن زي ما صبرنا احنا ونربي اولادنا على احسن تربيه. الحمد لله. الحمد لله. حجي، حجي، طيب انت الان مع فواز مول صح؟ ايوه. شو رايك في فواز مول؟ ما شاء الله، ان شاء الله الله يعطيه اكثر واكثر. واسعاره شو رايك؟ ممتازه. ممتازه، ممتازه، ممتازه. اذا يعني شهاده الحج بمليون. ممتازه. ممتازه. نعم، ممتازه. حجي، انا مش رح اسالك سؤال، بس احنا في هديه مقدمه من فواز مول اليوم بمناسبه يوم الام كمان، وبمناسبه ايضا تزامن مع الافتتاح لفواز مول. شو بتقولي له؟ ان شاء الله كل عام هو بخير، والله يعطيه بزياده، وكل عام وانت بخير. حجي، بالصحه والسلامه. طيب يا رب. عليك. فواز مول، عروض لا تنتهي. مع فواز، احكي معي. مع فواز مول. مول، مول. طيب يسعد مساك، اول شيء كل عام وانت بخير. وانت بخير، بالصحه. اليوم ست الحبايب والعيون، ست الحبايب، بما انك ام، شو بتقولي في هذا اليوم؟ بهني كل الأمهات بهذا اليوم، وبهني فواز مول، ما شاء الله من سنة لسنة بصير أحسن ومتميز دايما. شو رأيك بأسعاره؟ بالشمولية كمان، كل شيء عنده. كتير أسعار ممتازة، وفواز مول معروف دايما بالعروض وبالأشياء، هذا من زمان يعني، مش من جديد. ما شاء الله، يعني كل مرة بقدم إشي جديد وعروض جديدة، وكمان زي ما قلنا مساحة كبيرة جدا وكل شيء موجود. طيب إم إيش؟ الله يسلمك. إم وائل. إم وائل، عاشت الأسماء يا إم وائل. إم وائل، أسألك سؤال، زوجك جاب لك اليوم هدية؟ الصراحة هسا بدي كلهم بيقولوا هسا سبحان الخالق، هسا بنشوف هسا بنظبط الموضوع. طيب شو بتقول لزوجتك في هذا اليوم؟ كل عام وهي بخير.
كل عام وهي بخير بس بدون هدية لحد الآن. طيب أسألك سؤال خفيف مش صعب. لا تفضل خذ. طيب شو معنى اسم سامية؟ ماذا يعني اسم سامية؟ الاسم يعني العالي والسمو وهي نهدي أحكي السمو. طيب تعال جمال يعني. سامية جمال. تعال يا أبو وائل تعال تعال سند لموائل علكت أنت تركتها. أنا بدي أضبط الوضع معك اليوم مع موائل لحد الآن ما جبت لهاش هدية فأنت امسك الهدية من وائل مول وهديها إياها كلها كل سنة وابتسامة يا مرتي من فواز مول وكلها يا مبروك وكل عام وانت بخير يا أحلى أم. كل عام وانت بخير أم وائل وبصحة وبالعافية. يا عين عليك شو بتقول لفواز مول؟ تسلم بهنية وقدما وإلى الأمام إن شاء الله. وكل عام وانت بخير. وانت بخير تسلم. فواز مول عروض لا تنتهي. عشان ست الحبايب اليوم عاملين حملة وعروض وبدنا نقدم لك هدية بمناسبة يوم الأم. شو رأيك؟ شو رأيك بيوم الأم؟ شو تقول للأمهات؟ كل عام وهن بخير. هاي هدية بمناسبة يوم الأم. شو بتقول لفواز مول؟ بقول كل سنة هو سالم وإن شاء الله بنعاد علينا بكل سنة. فواز مول عروض لا تنتهي. يسعد مساكم دائما مع مين؟ مع فواز مول لست الحبايب. كل عام وانت بخير يا ست الحبايب عبر هالشاشة ومع فواز مول. أول شيء يسعد مساكي كل عام وانت بخير. وانت بخير. كل الأمهات اليوم كل عام وهم بخير وصحة وسلامة ويا رب يديم عليهم الصحة بحياتك وأماني بدون يعني بدون لف ولا دوران. زوجك جاب لك هدية لحد الآن؟ إيه لا صينية ولا طقم قزاز. وجوده أحلى هدية. يا عيني ما أروعك والله لا أعطيك أحلى هدية. وجوده أروع هدية بمناسبة يوم الأم وإحنا عشان نخليه يعطيها هدية أعطيها لزوجتك وقول لها كل عام وانت بخير. تفضلي كل عام وانت بخير. خير كل عام وانت بخير. شو بتقول فواز مول؟ بالتوفيق إن شاء الله وللأمام وللأحسن يا ربي. فواز مول عروض لا تنتهي. مشاهدينا وتابعينا أيضا مع شركاتنا المتواصلة مع فواز مول المتعاون دائما في يوم ست الحبايب عروض مميزة وخاصة الرز يعني بدك تحكي لنا عن رز مارينا وعلاقتكم مع فواز مول. فواز مول إحنا ويا أهل بالصلاة محمد وإخوان دائما مش من اليوم من حوالي 2004-2003 بالصلاة على محمد. فواز مول بالنسبة لنا نحكي على الرز والرز العرض. أنا بحكي على شركة مارينا. بشركة أحد منتجات شركة مارينا هو رز مارينا بسمتي قياس 11/21 نسبة كسر في صفر زائد نسبة كوليسترول كمان في صفر خالي من الملح الأبيض اللي بيأثر على الجسم بشكل مباشر. حاليا إحنا عاملين عليه عرض ليوم واحد من سعر 38 حاليا مبيع على 25 ليوم واحد كمان مره ليوم واحد زائد يوم الست يوم ست الحبايب اليوم ست الحبايب. نعم. يوم عيد الام. نعم. الله يخلينا كل الامهات وامهاتكم وامهات جميعا باذن الله وديم عليهم صحتهم وعافيتهم. نعم. بنعطي عليه كمان طاقيه واذا كان اشترك كمان منتجات مارينا من انواع الطون او شيء بنعطيه كمان بلوزه مارينا بشكل مرتب هذا حق تقريبا 30 من نوع الفاخر. نعم. وعاملين كمان على منتجات مارينا والله هون عندك الطونة جميع أشكالها عندك. نعم. ستاندين. نعم. هذا ستاند وستاند الثاني عاملين عليه خصومات بنسبة عالية جدا بالصلاة على محمد سعر مناسب للجميع وجودة عالية جودة عالية وبالصلاة على محمد. نعم. يعني دائما متمشين مع السوق حسب متطلبات السوق وجودته والسعر المناسب للمستهلك. وماذا تقول اليوم لفواز مول؟ قل لفواز بالتوفيق وإلى الأمام بإذن الله الله يوفقك وإلى الأمام ويهنيك. شكرا لك. شكرا لكم. إذن تعالوا نكمل معكم مشوارنا مشاهدينا ومتابعينا في هذا اليوم المميز بصحبة فواز مول. أول شيء مرحبا. أهلا. كيفك؟ تمام. وليش كل عام وانت بخير. وانت بخير. هلا ممكن تحدثينا عن موضوع الشراكة مع فواز مول في هذا اليوم مع ست الحبايب؟ أكيد طبعا. أوه. إحنا طبعا شركة سويت لاين إيه عم نعمل حملة تذوق لهوري رز طبعا نزل جديد على البلد بيجي منه 4 أطعمة عندك العادي المليح والحارب الحلو وعندك الجبنة والصلصة المكسيكية وعاملين حملة تذوق على أساس يجربوه الناس وفي إقبال كتير عليه إنه حبوه كتير. طب شو رايك فواز مول؟ انتوا شراكتكم مع فواز مول؟ طبعا اول شيء كحمله تعتبر رائعه لانه اول شيء ثابت بعيد الام اضافه الى ذلك العروض اللي عاملينها كعروض مميزه جدا مش عرض وماشي الدليل على ذلك انه الحضور كتير مبسوط بالعروض اللي عم بتصير.
واحنا بنقول لك كل عام وانت بخير. وانت بخير. شكرا لك. اهلا وسهلا. اذا خلونا نكمل معاكم في الجوله وهالامسيه الحلوه جدا مع فواز مول. اول شيء يسعد مساكي وكل عام وانت بخير وامياتكم بخير. تحدثينا عن الشراكه ما بينكم وبين فواز مول في عالم الايش؟ الجبريني. الجبريني هي عباره عن شركه البان مواد غذائيه. احنا من يوم الافتتاح مثل اليوم كان العام كنا برضه موجودين. من يوم ما كان فواز مول واحنا مشتركين معهم عدة مواد غذائية منها حليب ألبان. اليوم كان عندنا حملة تذوق على حليب الشوكولاتة وحليب الفانيلا. كان عندنا عدة عروض والحمد لله لقينا كتير إقبال من الناس. طب شو رأيك بالحضور أيضا فواز مول كشمولية في كافة مع الجبرين ومع الشركة من كل الشركات سواء مواد غذائية أدوات منزلية من كل شيء بتلاقي كل شيء موجود بتلاقي عنده. واحنا بنقول لك بالمناسبة مع الجبرين وفواز مول كل عام وانت بألف خير. الله يسعدك يا رب. عفوا. إذا مشاهدينا متابعينا تعالوا نكمل معاكم مع فواز مول. عالم كتير متجدد عالم شامل كل شيء موجود مع فواز مول وعروض شركات متواصلة. تعرفنا على دور معمول معمول مع فواز مول. مع فواز مول أول شيء إحنا محلات حطاب إخوان طول كرم. نعم. مقدم معمول بتلة معمول من التمر الطبيعي. نعم. تفضل. نعم كمل. عجوة سعودية شكرة موجودة في نعم. المعمول طبعا هو إنتاج شركة سنوكروت. منتج وطني نزل على السوق الفلسطيني جديد بسعر يعني بتقدر تحكي طريم مناسب للأسرة الفلسطينية. طب دوركم انتو مع فواز مول في هذا اليوم؟ احنا اول شيء مع فواز علاقتنا جدا كبيرة ونتمنى له كل الاحترام والتوفيق. تعاملنا معه من زمان يعني بنعرض المنتجات عنده. بس طب واحنا بنقول لكم كل عام وانتم بخير نتمنى لكم دائما التوفيق مع فواز مول. يسعدك. تسلم. شكرا لكم. اذا مع فواز مول بنكمل معاكم ما شاء الله يعني ايضا بسكوت ودائما شيء حلو يعني اليوم فواز مول مع بسكوت براء ما شاء الله. اسم الشركه شو اسم الشركه؟ شركه مجمع سيلة الظهر. سيلة الظهر شعار تجاري شداد. شداد ان شاء الله دائما تضلكم شديدين وتعطوا شيء حلو. طب قص سهلين بعرف انه سهلين لكن قصتكم مع وعلاقتكم مع فواز مول. احنا مع كل السوق ومن ضمنهم فواز مول علاقه شراكه طبعا يعني اي محل زي هيك احنا بندعمه وبهي المشاريع التسويقيه. طب انتم تحدثنا عن شركتكم. احنا شركتنا المنتوجات عمرها 20 سنة. كل سنة عنا اشي جديد ان شاء الله. اخيرا اخذنا وكالة بالين التركية وجودتها ما شاء الله ممتازة. طبعا الناس اجمعوا على هذا الاشي واحنا اليوم مندوق الناس وهم بعتوا ردة فعل ايجابية عن السنة. طب اليوم بتصادف مع العرض تبعكم مع عيد الام. نعم. احنا عملنا عروض تتناسب مع الوضع. طب شو بتقول لفواز مول اليوم كمان؟ احنا بنتمنى له التقدم والنجاح ان شاء الله وظل يستمر هيك احسن واحسن لانه بلدنا بحاجة لهيك مع سوبر ماركتات كبيرة. نعم شكرا لك ونتمنى لكم ايضا التوفيق دائما مع فواز مول. مشاهدينا متابعينا بنكمل في هذا اليوم المميز والخاص دائما فواز مول عالم الإسلامية دورنا مع الإسلامية أيضا. خلينا ندخل عند الإسلامية طيب تعال 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 معي الإسلامية. طيب مرحبا. أهلي هلا بيك. أنتوا اليوم شراكتكم مع مين؟ مع الشركة الإسلامية عند فواز مول. فواز مول أكيد. يعني ليش اخترتوا فواز مول؟ فواز مول طبعا أكيد نقطة بيع مميزة في طول كريم وفيش حدا بيحكي شاملة أكيد. طيب تحدثنا عن منتجاتكم. احنا عاملين اليوم عروض على منتجات الشركة الإسلامية. طبعا اول اهم عرض اللي هو شوربة كتاكيت. هذه الشوربة انتجناها بجودة ممتازة جدا. طبعا شوربة طعم الدجاج معمولة بجودة خضار من انتاج الشركة الإسلامية. نعم. طبعا الكيس هذا وزنه 800 جرام. في عندك كمان اللهم صل على سيدنا محمد اللي هي الكبانوس عاملين عليها حاليا عرض لحم بقري بيكون هذا. وفي السلامي كمان لحم بقري. في عندك عدة أصناف الإسلامية. طبعا عندك مرتديلا بزيتون مرتديلا سادة مرتديلا مدخنة. في عندك البصرمة والمرتديلا المشرحة العادية. وفي عدة أصناف طبعا أنا مش عارضها هون لأنه في أكثر من 70 صنف مع مجمدات وأسماك كل المنتجات المبردة بالإضافة للمجمدات والأسماك. طب شو في هذا اليوم مع فواز مول شو بتوجه لهم كلمة؟ طبعا احنا بنشكر فواز مول على اليوم المميز اللي عملوه بخصوصه كمان مناسبة يوم الأم وبنعيد على أمهاتنا كلياتنا. طبعا كل الستات اللي هون أمهاتنا بنعيد على الجميع وبنوجه شكر كبير لفواز مول على اليوم المميز هذا.
احنا بنقول لك كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. شكرا لك. اذا خلينا نتواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا في هذه الامسيه الخاصه والمميزه. مرحبا. اهلا. عرفنا حالك. رافض علي سماره. شو رايك اليوم مع فواز مول؟ والله هذا يوم كتير حلو، خصوصا انه بصادف ذكرى افتتاح فواز مول مع يوم الام. مع يوم الام انت كنت عامل جوله جوا، يعني هل عنده شامل كل شيء ولا كيف؟ شو رايك انت؟ اكيد ما شاء الله، والله شامل كل شيء وكل شيء متوفر بعروض مميز واسعار مميزه. شو بتحكي لهم اليوم؟ بحب احكي كل عام وانتم بخير لكل الاميات، خصوصا امي، كل عام وانتم بخير يا ست الحبايب. واحنا بنقول لك كل عام وانت بخير كمان، ان شاء الله يعمل يوم للاب كمان ما تضلش بس للام، برضه الاب. خلينا نكمل معكم امسيه خاصه ومميزه في مع يوم ست الحبايب. مرحبا. اهلا. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. يعني انت وين جاي اليوم؟ انا جاي على فواز مول. شو رايك في فواز مول؟ والله قمه في الروعه والنظام، ترتيب كل شيء متوفر، كل ما يلزم الاسره متوفر. والعروض؟ العروض والله انا لساتني فايتي، يعني ما شفت عروض، بس دائما فواز مول متعودين عليه عروضه دائما رائعه. عروض كثيره ومميزه وخاصه لست الحبايب. الله يبارك فيك. طيب اسالك سؤال، اعطيني، بديش اخليك تطلعي، اعطيني منتوج من عند فواز مول هلا. يلا. منتوج من عند فواز مول. رز. 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 كانك انت بتحب الرز كثير؟ لا. طيب هاي هديتك مناسبة يوم الأم من فواز مول، شو بتحكي لهم؟ شكرا كثير وكلكم ذوق وقدما وإلى الأمام، والله يوفقكم بأي خطوة بتخطوها. واحنا بنقول لك كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. شكرا. يسعد مساك. يسعد مساك أكثر. أهلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. يعني شراكتكم مع فواز مول في هذا اليوم مع ست الحبايب. تعرفين عن منتجاتكم كمان؟ عاملين عروض تذوق للجبنة اللبنة، في برضو لبن. اسم شركتكم كمان؟ ألبان بلدنا. نعم. شغل مصنع ألبان بلدنا في حجة قلقيلية. نعم. نحن عاملين برضو عليها بالإضافة للتذوق عروض أسعار أقل من الأيام العادية بمناسبة عيد الأم وبمناسبة كمان سنوية أو افتتاح فواز مول. فواز مول. طيب يعني أنتوا شو رأيكم بالنسبة لفواز مول في احتضان هذه الشركات المميزة؟ الصراحة هو بعطي يعني في ما بعرف كيف أحكي لك، يعني متميز وشامل. لا طبعا شامل. متميز شامل، بضم منتجات كتير متنوع برضو، يعني شغلات كتير، كل الأصناف وكل المنتجات تقدر تلاقيها هنا، يعني لكل الناس، لكل الأذواق موجود، كل شيء الناس وكل الأذواق وكل أنواع مختلفة، حتى الصنف الواحد في مثله أكثر من شركة، يعني لحتى إنه يضم أذواق الناس كلها. فواز مول خطوات إلى الأمام طبعاً. كل يوم تصعيد جديد نحو إيش؟ تحقيق الأهداف من أعلى لأعلى. شو بتقول اليوم بهذه المناسبة؟ أول إشي بحكي اليوم مثل الورد اللي مش عارف. لا لا ولا مرة. طيب أهم إشي هاي بدهديها لأمي. طيب يلا. بس أمي. نعم. اليوم طبعا في صدفة حلوة كتير صارت، اللي هي يوم الأم والذكرى السنوية الأولى للافتتاح. عمرور الافتتاح فواز مول. نعم. يعني مشروع كبير ما شاء الله، في كل الأصناف اللي بتحتاج، يعني دار تقدر تعملها كلها بس بفواز مول. بحب أهدي هاي الوردة لأمي ولإلك حبيب قلبي. وأنا هاي بتوصلها لوالدتك ماشي، وأنا كمان بهديها لمين؟ للي هربت من وراء شو اسمه، بس بعدين مسكها. على كل حال هاي بهديها. طيب كلمة بسيطة بتوجهها لفواز مول في هذا اليوم، كلمة هيك حلوة. كلمة حلوة باختصار. أحلام كبيرة تتحقق إن شاء الله مع الزمن بإذن الله، إله يعني أحلامه إن شاء الله. وأنا بقول فواز مول وطن صغير بس في أشياء كتيرة، كلكم على فواز مول. خلينا نكمل المسيرة ما شاء الله معاكم مع الناس. أول شيء يسعد مساك. كيفك؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ اليوم فواز مول عامل شيء حلو جدا، عودنا على الأشياء الحلوة، شو بتقول في هذا اليوم؟ صحيح احنا سعيدين جدا، صحيح احنا شركة دجلة وكلاء مستوردين أرز مصطفى. وأنا الفرات. حياك الله. نعم. والله دجلة والفرات بس بدنا شط العرب. نعم. احنا دجلة والفرات بنلتقي دائما عند. نعم. فواز مول. نعم عند فواز مول. فواز مول هو ملتقى، عن جد ملتقى الأحبة وملتقى الماركات وملتقى كل الأصناف اللي يعني بتثبت وجودها لتدخل فواز مول. فواز مول مش بس بدخل الماركات الكبيرة، كمان أسعاره مناسبة للجميع،
واحنا بهاي المناسبه حابين نهنيهم على التقدم والاستمرار والنجاح اللي بحققوه من فتره لفتره، وبنحب نحكي له الى الامام. شكرا لك، ودائما فواز مول الأصناف الكتيرة، كل ما يلزم البيت، كل ما يلزم الاحتياجات كله مع فواز مول. أول شيء يعني شوفوا يعني دايما حتى فواز مول أشياء حلوة وكل شيء حلو، حتى اللي بيجوا كمان حلوين عشان يقدموا الشيء الحلو مع فواز مول. أول شيء كل عام وانت بخير. أول شيء شو عشان نبدأ معاك، شو بتقولي لولدتك في هذا اليوم؟ بقولها كل عام وانت بخير، وان شاء الله بتضلي لنا ويخلي لنا اياكي ويخليها يا رب. الامهات، كل الامهات. طيب هل يعني تحدثين عن الشركه، منتوجات الشركه، مع ارتباطكم الوثيق مع فواز مول؟ اوكي، هون عندنا مستحضرات طبيه من البحر الميت، املاح، كريمات، منظفات للبشره، اواقي شمس، كلها مستخلصه من البحر الميت، وفي برضه الملح الطبيعي عندنا وصابونه البحر الميت وطينه البحر الميت. المنتج الجديد حبينا نعمل له الترويج بفواز مول، كونه هو مول وسوبر ماركت كبير بطول كرم، بيجمع اكثر من صنف بمكان واحد واسعار مناسبه للجميع، وبتزوروه كل طبقات المجتمع زي ما بيحكوا. شو اسم الشركه؟ سيرينا. سيرينا، نعم. سيرينا اللي هم، فكل المنتجات عندنا هون كثير طبيه يعني اكثر ما هي تجميليه. نعم. وتجربوا وشوفوا كيف، كثير منيحه. طيب حينات مجانيه. نعم. شو بتقول لفواز مول؟ بقول له بتمنى لهم مزيد من التقدم والنجاح والازدهار، ومش بس فواز مول، يصير اكثر من فرع له ويتطور المبنى. المبنى ما شاء الله كثير كبير وضخم، وبجمع كل الشركات الوطنيه ومستورد، وبنصح الجميع يزوره. فواز مول، عروض لا تنتهي. كل عام وانت بخير. وانت بألف. اعطوكي ورده مناسبه يوم الام. طيب هيك عكس. انت جاي مع مين؟ مع اهلي وخطيبي. خطيبك. اول شيء كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. بدي اضبطك اليوم. شو رايك فواز مول؟ بدي اضبطك تظبيطه حلوه ما شاء الله عليك. طيب. ما شاء الله. شو رايك فواز مول؟ مبارك ان شاء الله افتتاحكم الجديد. اليوم مناسبه يوم الام، عاملين عروض شركات. طيب. مع فواز مول واسعار مميزه. أهلا. من وين حضرتكم؟ احنا من الرامي. من الرامي الظاهر. نعم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم، منورينا في طول كرم مع فواز مول. بحياتك، شو اسمك انت؟ عثمان حيدرية. عثمان حيدرية، جبت هدية لخطيبتك اليوم أماني بعيدها. طيب والله لزبطك أنا، يلا. طيب فواز مول شو رأيك فيه؟ ما شاء الله عليه. يعني إلى الأمام إن شاء الله. دائما؟ مش كتير والله. أما يعني بتيجي عند، يعني لما شفت هالوضع كيف؟ ما شاء الله عليه، والله ما شاء الله، مبارك إن شاء الله. مبارك. سيدي أنت من وين قلت لي؟ من الرامي. طيب بدي تجيب لي إشي هيك جملة من الرامي. من الرامي؟ مثل بيطلع. مدام من الرامي سعدين. من الرامي الخطيبة بتساند جو خطيبة ولا شو ولا وفيش أسهل منها. مثل مشهور كتير، ربا ايش يلا، ربا رمية من غير رامي. نعم صحيح. طيب اسمع، انت ما جبتش الهدية لخطيبتك لحد الآن، خد هاي الهدية وكلها كل عام وانت بخير، واعطيها اياها. يلا كل عام وانت بخير. يسلم، انت بألف خير. كل عام وانت بخير. كل عام. ظبط الوضع. ظبط الوضع. طيب كل عام وانتم بخير، وستة الحبايب بألف خير. وش بقول لفواز مول في هذا اليوم كمان؟ شكرا لكم وان شاء الله على دوام ان شاء الله. كل عام وانتم بخير وان شاء الله بالتمام على خير ان شاء الله انتم اثنين. امين يا رب العالمين. مبارك. اذا مشاهدينا ومتابعينا بنكمل معاكم جولتنا وامسيتنا مع فواز مول. فواز مول يعني مساحة كبيرة، الأصناف كتيرة، أدوات منزلية، هدايا، كمان كهربائيات، كل ما يلزم للبيت كله عند فواز مول. فواز مول تعالوا معنا نشوف فواز مول شو بعطيكم. فواز مول بعطي ورد وبعطي حلو. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيفك؟ الحمد لله كويس. انت وين جاي؟ فواز مول. شو رأيك فواز مول؟ بجنن. بجنن. طيب اليوم أعطيت لوالدتك طبعا، اعطيتيها هديه اليوم جبتيها ولا لسه؟ لا جبت لها. جبتي لها؟ طيب وانت جبتي لها؟ اماني مع بعض. مع بعض. هاي حجه، هاي حجه، بصيرش لازم انت هديه وهي هديه صح؟ شو اسمك انت؟ دينا. دينا وانت؟ عبير. عبير. انا بتوقف عند الست اللي ربتكم واللي خلفتكم. خليك بس تفضلوا لنا هون شويه. ايوه خليكم هون، خليكم هون. اول شيء او كل عام وانت بخير مناسبه ست الحبايب. وانت بألف خير يا ربي. الله. انت شو رايك فواز مول؟ ما شاء الله يعني إبداع، إنه بنقولنا شو كنا نشوف برا، إحنا عشنا برا. نعم. فشايفين هذا الإشي صار يتوفر عنا، فهذا إشي بفرحنا كتير. بفرحنا وإحنا فرحانين لأنكم أنتم هون مع فواز مول اليوم. شو اسم حضرتك؟
ندى عبد الرحيم دياب ام ابراهيم سيف. اهلا وسهلا فيك يا ست ندى. طب الندى امتى بيجي؟ على الفجر. بالنهار؟ على الفجر. على الفجر برضو بالليل بيجي الندى. يعني بعد صلاة يعني الفجر. انت شامله، ام شامله بالنهار وبالليل. الله يخليك. وجابت لك هديه او الثانيه بتقول انا اتكسمت انا وياها، بس احنا نعطيك نعطيها هديه عشان تهديك اياها اليوم. اعطيني اعطيني يا اعطيني هاي مع فواز مول مناسبة ست الحبايب. اهديها يا شو اسمك انت؟ عبير. عبير اهديها لوالدتك، كلها كل سنه وانت سالمه. كل سنه وانت سالم يا رب. شو تقول لفواز مول اليوم؟ والله بحكي له بارك الله في جهوده، يعني كثير احنا مبسوطين والى الامام، خاصه انا بحب المطبخ كثير وبلاقي كثير شغلات يعني كنت اشوفها بالخارج باجي بلاقيها متوفره كلها موجوده. فمبسوطين كثير وبارك الله فيه وزوجته ام العبد، يعني ما شاء الله عليها ما قصرت برضه، ام مثاليه انا بعتبرها. الله يوفقهم. فواز مول عروض لا تنتهي. مشاهدينا متابعينا، فواز مول عنوان كبير في محافظة طول كرم للتسوق الشامل، أنا بعتبره التسوق شامل وكل شيء عنده موجود، لا تغلبوا حالكم ولا تحتاروا، فواز مول عنوانكم. يسعد مساكي. هلا فيك، مساء الخير. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. من وين حضرتك؟ من سلة الظهر. من سلة الظهر، جاي من هون من هناك لفواز مول؟ صحيح. طيب احنا بنقول لك مناسبة يوم الأم كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا رب. طيب. تسلم. يعني تجولت مع فواز مول، شو رأيك؟ ما شاء الله ممتاز جدا. طيب شو بدك هدية؟ يسلم. يوم الأم، شو رأيك بيوم الأم؟ يوم عظيم ويوم عالمي وكل يوم يوم الأم. كل يوم طبعا طول السنة يوم أم. طيب هاي هديتك من فواز مول بهذه المناسبة، شو بتحكي له؟ بحكي له ألف شكر لهم وبالتوفيق إن شاء الله. فواز مول عروض لا تنتهي. اليوم حبينا نقدم لكم عروض بمناسبة مرور عام على افتتاح المول والذي يصادف أيضا يوم الأم. عروض أسعار هدايا من فواز مول وأيضا من شركات المشاركة في هذا المعرض اليوم. أهلا وسهلا في الجميع وكل عام أنتم بخير. فواز مول عروض لا تنتهي. مع فواز مول متعة التسوق، كل شيء موجود عند فواز مول. أنا بنصحكم على فواز مول. أول شيء كل عام وانت بخير للأم الفلسطينية. اليوم فواز مول عمل شيء جديد تعودنا عليه، قدم لنا كل يوم شيء جديد، شو بتقول بهالمناسبة؟ كل عام وانت بخير، أهم شيء للأمهات وأمي الله يخلي لي إياها، ومش بس هذا اليوم يوم الأم، كل الأيام للأم، وهذا اليوم هو مناسب بالذكرى افتتاح المول ويوم الأم يجتمعوا ببعض، يعني مناسبة منيحة، وإحنا هنا عاملين عرضات والحمد لله. طب يوم الأم شو بتقول للأب طيب؟ لا والله خلي لي برضه، هم اثنين واحد. طيب شو بتقول لزباين عالم التسوق مع فواز مول؟ شو بتقول لهم؟ فواز مول هو غير. تعالوا 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 على المول عنا، خياركم الوحيد. خياركم الوحيد. كل عام وانت بخير. وانت بخير. فواز مول عروض لا تنتهي. مشاهدينا متابعينا، كنا معكم في جولة خاصة بمناسبة يوم الأم ست الحبايب مع فواز مول. وردتنا ست الحبايب كان لها يوم مميز مع فواز مول، بالإضافة للشركات الرائعة والمميزة بصحبة فواز مول في أمسية خاصة من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد. لا تنسوا مشاهدينا متابعينا، فواز مول عنوان كبير في محافظة طول كرم، تسوق وتمتع مع فواز مول، عروض دائمة وأيضا شركات رائدة بالإضافة إلى أسعار منافسة. دائما خلوكم مع فواز مول، ولا تنسوا كمان كل يوم في عنده جديد مع فواز مول. مشاهدينا أشكر لكم حسن المشاهدة والمتابعة، أشكر زميلي من وراء الكاميرا براء عمر ومني أنا منتصر عناني في هذه الجولة وهذه الأمسية مع فواز مول ولعيون ست الحبايب.